اوه والله ارتعبت. كيف صار هيك؟ ايش صار؟ يا رح يرمي التليفون. ايفون يا حرام. اوه والله انا قلبي كمشني. اوه ماي جاد عن جد. لا أولو. لا والله جابها. انا جيت في جديد وردة فعل جديدة. مرحبا السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله كلكم بألف ألف خير. اليوم مقطعنا حلو كتير من عند سلمى، بنقرا شو حكتنا برسالتها على الانستغرام. سلام اخي حسن، اتمنى تعمل رياكشن على هذا الفيديو، انا شفته وعجبني، تابعوا عمير ردة فعل عليه المزيد من النجاح. سلمى من الجزائر. طيب يا جماعه ما بطول عليكم اكثر، قبل ما نبلش بالفيديو ونشوف شو هو المقطع، دوسوا لايك لهذا الفيديو، واذا عندكم روابط حلوه فيكم كمان تتركوها تحت بالكومنتات، رح صير اخذ كمان من التعليقات اللي بتجي على الفيديو. ما بطول عليكم اكثر شباب، متحمس بصراحه اشوف الفيديو، دوسوا لايك لهذا المقطع، اشتركوا القناه وفعلوا الجرس، صل على النبي محمد. خلينا نروح نشوف المقطع. اوكي شباب، اول لقطه. يا رح يرمي التليفون. ايفون يا حرام. اوه والله انا قلبي كمشني. رابطه بخيت، فكره حلوه، ضحك علينا كلياتنا. هاي حاطط تليفونه على الشط، بس التليفون اكيد ضد المي وما بيأثر عليه يعني عادي. اوكي شو راح يصير؟ اوه شباب تعربشت لفوق. شفت البقره كيف طلعت لفوق؟ والله برافو عليكي، حلو. او ماي جاد عن جد. لا أولو. لا والله جابها، والله جابها. شو عم تسوي هاد؟ 2 3 4 5. لا هاي ما بتتصدق ابدا معلم، يعني بدها اثنين شهود لحتى تتصدق. هي لحظه نشوف شو عمل. صرخ جوا الطنجره وغطاها بسرعه، وبعد ما شالها لسه الصوت عم يطلع. يعني ركزوا شو راح يصير. 2 3 4 5. معلم مستحيل. يا عفو الله، لخ بالروب السهرة معلم. مستحيل. بنعيد اللقطة. كيف هيك عم تعمل معلم؟ ما يسأل الروب طار تبين عورته. معلم انسى كل هالقصص وركز انه كيف حسنت تعمل، وكعب عالي، الكعب هيك طوله معلم، وعم تنط. هذا الجنس اللطيف، اقسم بالله انتو جنس يا لطيف. برافو والله برافو، حلو. هاي صالي عم بلعب بلاي ستيشن. صحة. هذا ملبسينه قناع. معلم هاي كيف غطست؟ كيف حسيت تنط؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله يا جماعة. شوفوا هذا اللي عم ينط، تمام؟ كله على بعضه، راسه وجري وجسمه، يعني بيطلع عطفخدة من فخادها، ما شاء الله. اوكي عم تفيق من نومه. الله. حلوة. ما ترميه، خطي ترمية حلوة. رمى أول وحدة. الممرضات كلهم هيك معلم، مصيفات. شوف المريض عم يلوع. اقسم بالله رهيب هاي الفيديوهات، هي لها معنى كبير.
معلم هي إلها معنى كتير حلو على اللي يفهمه. لك كل الاحترام. اوه والله ارتعبت. كيف صار هيك؟ معلم لين عم يطلع هالايدين هدول؟ فظيعة بصراحة اللقطة. البقرة الطايرة. اوكي لا راسك هذا سعد النظامي. مع ان المكان كله خطير يعني في درج وفي سلم والسقف قريب عليه. حلو الله على الوفا. حلو يا جماعة ركزولي على الرنة كيف عم تطلع. فظيع والله العظيم فظيع. حلوة. اوكي لوحة فنية معرض. مو معرض الله يخرب بيته هذا اللي بعمل مقاطع. اوه هالحب هذا. صارت اثنيناتها بنفس اللوحة. فظيع هي اللقطات تجي. بدها عمل كبير هاي. ايش صار؟ ليش تغير الشخص؟ الوقت خلص؟ الوقت خلص يا جماعة. يعني اتمنى المقاطع كلها تكون هيك زي 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 هالمقاطع يا معلم. حلو صراحة انا كتير حبيت الفكرة. معلم احلى شيء هي من الايدين. والله انا ارتعبت البداية عم طلع يعني مين عم يمد ايده. فكان الفيديو كتير حلو. يس على المقطع كتير كان حلو. شكرا على المقطع. طيب يا جماعة قبل ما نسكر هذا المقطع تحدي صغير بيني وبينكم. الكل يدوس لايك بخشمه تمام؟ اما الله عليكم ما حد يضغط اللايك باصبعته لا بخشمه. بدي اشوف كم خشم راح يلمس الشاشة اليوم تمام؟ بدي اشوف كم لايك راح يوصل هذا المقطع، كم واحد راح يدوس لايك بخشمه، مين راح يحسن يعمله ومين لا، راح تابع هذا الموضوع عن جد يا جماعة واللي راح تزبط معه من أول مرة يكتب لي بالكومنتات حتى أعرف كم واحد داس لايك بخشمه. فكرة حلوة جنونية بصراحة جربوها وأنا اليوم راح أحط لايك بخشمي. طيب يا جماعة قبل سكر هذا المقطع هي اسمعي على الفيسبوك وعلى الانستغرام اللي بحب يضيفني بعت لي رابط حتى أعملكم عليها ردة فعل، وبإمكانكم كمان تتركوا لي تحت بالكومنتات شو في عندكم روابط حلوة تحديات، راح صير كمان آخذ من الروابط اللي راح تكتبوها تحت الكومنتات يا جماعة. تنسوا لايك لهذا الفيديو ما تبخل علينا بس مثل ما قلتلكم بخشمكم. صلى على النبي محمد. تحية للجميع والسلام عليكم. معلم واحنا منك نتعلم انت معلم واحنا منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم.